السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الجزء الثالث من كيفية استخدام MATLAB لمعالجة الإشارة أو لتوضيح بعض مفاهيم معالجة الإشارة باستخدام الواجهة الرسومية التي قمنا بتصميمها باستعمال MATLAB. اليوم سنحاول أن نرى أهمية دراسة الإشارات في مجال الترددات، ولماذا نحتاج أصلا إلى دراسة الإشارة في مجال الترددات. الأمر بديهي وبسيط ولا يحتاج إلى الكثير من التفكير لمعرفة الأمر. كنا قد قلنا فيما مضى بأن الإشارات ذات الطبيعة الفيزيائية المختلفة يمكن أن تتراكب إذا كانت طبيعتها متشابهة، وهذا التراكب سيعطينا مجموع من الإشارات، ويمكن للمعلومة أن تضيع وسط الإشارات الأخرى التي لا تهمنا. ورأينا أنه من المستحيل أن نفرق بين هذه الإشارات، بين المعلومة وبين النويز الضجيج، إذا بقينا في مجال الزمن. فيجب البحث عن طريقة أخرى، أو البحث بالأحرى عن شيء مميز، شيء يميز الإشارة عن باقي الضجيج، لكي نستطيع التفريق أو نستطيع تصفية الإشارة من الضجيج. فالذي لاحظه المهندسون في بداية الأمر أن بعض الإشارات تتغير ببطء، مثلا هنا إشارة الإلكتروكارديوغرام تتغير ببطء نسبيا، وبعض الإشارات الأخرى يمكن أن تتغير بسرعة أكبر، بسرعة متوسطة، بسرعة كبيرة إلى آخره. وهذه السرعة في التغير في الحقيقة ما هي إلا التردد أو الفريكونسي. فوحدة الفريكونسي هي الهرتز، والهرتز هو واحد على الثانية. إذن سرعة أو الفريكونسي ما هي إلا سرعة التغير. فإذا كانت تراكب الإشارات في مجال الزمني يضعنا في مشكلة، لا يمكننا تفريق الإشارات حسب الزمن، لكن يمكننا الآن بمعرفة أن الإشارات يمكن أن تكون لها frequency مختلفة، فيمكن إذا تقسيم هذه الإشارات على أساس الفريكونسي. من الأمور الجيدة، المهندسون يعرفون أن هناك أداة رياضية جاهزة تصلح لتقسيم أي دالة أو أي إشارة، ما دامت إشارة يمكن اعتبارها كدالة، يمكن تقسيم أي دالة أو أي إشارة بحسب الفريكونسي الموجودة في هذه الدالة أو هذه الإشارة. وهذه الأداة الرياضية هي متواليات فوريه. ففوريه ماذا يقول في نظريته؟ يقول أنه إذا كانت لدينا إشارة أو دالة x of t دورية، يجب أن تكون دورية، دورها t، إذن لديها frequency سنسميها f0. فيمكن إذن مهما كانت هذه الإشارة، بشرط أن تكون دورية، فيمكن إذن كتابتها على شكل مجموع من الإشارات الأساسية من الساين والكوساين. وهنا كما ترون نحن نعطي العلاقة المثلثية وليست العلاقة المركبة بالإكسبونشل، ولكن العلاقتان متكافئتان كما رأينا في دروسنا حول متواليات فوريه. إذن وهذه الإشارات الأساسية كلها لديها فريكونسي خاصة بها، وهذه الفريكونسي سوف تكون مضاعفا طبيعيا أو صحيحا. هنا هي مضاعف طبيعي للفريكونسي الأساسية F0 التي هي الفريكونسي الخاصة بـ X of T. إذا حاولنا قراءة هذه المعادلة قراءة فيزيائية، فنقول أن كل إشارة لديها دور تي دورية، أي تتكرر كل زمن تي، إذن frequency الخاصة بها هي واحد على تي، هي F0.
إذن يمكن تقسيمها إلى مجموعة من الإشارات الكوساين والساين ذات الفريكونسي n f0، يعني فريكونسي f0 2 f0 3 f0 4 f0 إلى آخره. وهذه الكوفيشنت a n b n و c0، c0 ما هو إلا القيمة المتوسطة كما نرى هنا، c0 هو تكامل xt على دور كامل، ثم نقسم على t. إذن نحن هنا بصدد حساب القيمة المتوسطة ل x of t. والكوفيشنت a n و b n يتم حسابهما بحسب المعادلات التالية، وكنا قد شرحنا هذه المعادلات هنا، الكوساين والساين ما هي إلا البيزس، قواعد هذا الفضاء الشعاعي الذي افترضنا أن x of t هو جزء من هذا الفضاء. إذن يمكن تقسيم x of t بالاستناد إلى قواعد هذا أو قاعدة هذا الفضاء الشعاعي، وكنا قد شرحنا كل هذا في دروسنا حول متواليات فورية وحول تحويلات فورية. إذن كما ترون هذه أداة رياضية يمكن أن تكون فيما مضى قد تم اعتبارها حتى وإن فوريه كان قد وضعها كحل حسابي لمعادلة الحرارة، يعني وضعها في البداية كان بعيدا كل البعد عن معالجة الإشارة، ولكنها تجد تطبيقها المتميز والأكبر في مجال معالجة الإشارات. فيمكن إذن قراءة هذه المعادلة على الشكل التالي: كل دالة دالة أو إشارة دورية ذات دور تي وفريكونسي اف زيرو يمكن كتابتها مهما كان شكلها، مهما كانت الشرط الوحيد أن تكون دورية، يمكن كتابتها على شكل مجموعة من الإشارات الأساسية والتي هي في حد ذاتها دورية أيضا، بشرط أن يكون الفريكونسي الخاص بها مضاعفا طبيعيا للفريكونسي الأساسية لإكس أوف تي. سنحاول تبيين هذا من خلال الواجهة الرسومية. أين هي؟ سنحاول أخذ مجموعة من الساين والكوساين. سنأخذ أولا إشارة ساين، سنأخذ إشارة واحدة ونقوم برسمها ونقوم بحساب دورها. دور هذا الساين هو حوالي 0.05 ثانية كما ترون، يتكرر مرتان في 0.1 ثانية، إذن دوره هو 0.05 ثانية. إذن الفريكونسي الخاصة بهذه الإشارة هي 20 هرتز، تتكرر مرتان في 10 ثانية، إذن في الثانية الواحدة تتكرر 20 مرة، إذن دورها هو أو فريكونسي الخاصة بها هي 20 هرتز. ماذا سيحدث لو أضفنا إلى هذه الإشارة إشارة دورية أخرى ذات فريكونسي 40 هرتز؟ لدينا هنا الإشارة الأولى الزرقاء ذات فريكونسي 20 هرتز، وأضفنا إليها هذه الإشارة الخضراء هنا ذات فريكونسي 40 هرتز. الإشارة الخضراء تتكرر مرتان عندما تتكرر الإشارة الزرقاء مرة واحدة. فعلى ماذا سنحصل؟ هذه الإشارة الحمراء هي مجموع الإشارتان، نحصل على إشارة دورية أيضا تتكرر كل ماذا؟ كل 0.05 ثانية، إذن تتكرر كلما تكررت الإشارة الزرقاء هنا. فأنتم ترون تحصلت على إشارة دورية، دور واحد، دوران، ثلاث أدوار، أربعة أدوار. ماذا سيحدث إذا أضفت إشارة، إذا أضفت إشارة ثالثة دائما في أبقى في الساين؟ أيضا دائما أحصل على إشارة دورية تتكرر بنفس الدور الخاص بالإشارة الزرقاء التي هي الفريكونسي الأساسية. إذا أضفت أربعة أحصل دائما على إشارة دورية، أنتم ترون بأنها تتكرر كل دور، وهذه الإشارة الحمراء هي مجموع أربعة إشارات، إشارة دورها أو فريكونسي خاص بها 20 هرتز،
وإشارة أخرى 40، وإشارة أخرى 60، والإشارة الرابعة 80 هرتز. وهذا ما يقوله أو ما تقوله معادلة فوريه، أو هذا جانب مما تقوله معادلة فوريه. فوريه ماذا يقول؟ قلنا بأنه الإشارة الدورية ذات دور تي إذا كانت مكونة من مجموعة من الإشارات، فهذه الإشارات كلها دورية، والفريكونسي الخاص بها هي مضاعف طبيعي للإشارة الأساسية. فلدينا هنا الإشارة الأساسية دورها 0.05 ثانية، إذا فريكونسي خاص بها هي 20 هرتز. فكل الإشارات التي يجب أن تدخل في تركيب هذه الإشارة يجب أن تكون تردداتها مضاعفا طبيعيا ل20 هرتز. ماذا سيحدث لو أدخلنا مثلا في هذه الإشارة إشارة دورية، ولكن دورها أو الفريكونسي الخاص بها لا يحقق الشرط الذي يطلبه فوريه؟ فلدينا الفريكونسي الأساسية هي 20. ماذا لو أخذنا فريكونسي 25، أو دعونا نأخذ 25. الفريكونسي 25 إذا تختلف أو ليست مضاعفا طبيعيا للفريكونسي الأساسية، فعلى ماذا سنحصل؟ سنحصل على هذا الشكل. سنحاول إيجاد هذه النقطة هنا، أين تتكرر؟ لن تتكرر أبدا، لن تتكرر أبدا، أو ربما قد تتكرر هنا ولكن لا يمكننا أن نعرف هذا. ولكن على أي حال، في البداية كان دور هذه الدالة دورها 0.05 ثانية، يعني أنها تتكرر كل 0.05 ثانية. الآن من ناقص 0.1 إلى 0.1 لدي 0.2 ثانية ولم تتكرر، أو هذه الإشارة لم تكرر نفسها. لماذا؟ لأنني خرقت الشرط الذي وضعه فوريه في تركيب الإشارات المتتالية. دعونا نعود إلى حساب نفس الشيء ولكن باستخدام الكوساين، وسأجرب شيئا آخر. هنا لدي هذه الإشارة الحمراء، أو سأخذ الساين، يعني قبل قليل أخذت الكوساين. لدي هذه الإشارة الحمراء تتكرر كل 0.05 ثانية. ماذا لو أدخلت مثلا الفريكونسي، دعونا نجرب 50 هرتز. 50 هرتز ليس مضاعفا طبيعيا ل20 هرتز، فالذي سيحدث أنني لن أحصل على إشارة دورية. فأحاول أن أجد هذه الذروة بعد 0.05 ثانية، هي غير موجودة، ولكني أرى أنني أجدها هنا في هذه النقطة. أرى أن هذه الإشارة من هذا المكان إلى هذا المكان تكرر نفسها هنا. حصلت أيضا على إشارة دورية. ما الذي حدث؟ هل فوريه مخطئ؟ لا، المعادلة صحيحة. لماذا؟ لأن فوريه يقول بأن الدور يجب أن يكون دور الإشارة الأساسية. كان لدينا دور الإشارة الأساسية، ماذا كان؟ كان 0.05 ثانية، أي أنها تتكرر 4 مرات، ولكن بوضع إشارة ذات فريكونسي 50 صارت تتكرر مرتان فقط في 0.2 ثانية. لماذا؟ لأنني تحصلت هنا على معادلة، أو تحصلت على دالة دورية، ولكن دورها الجديد كم هو؟ دورها الجديد هو 0.1 ثانية، أي أن الفريكونسي الخاص بها كم؟ هو 10 هرتز. وهنا كنت قد أضفت 3 دالات ساين، 20 هرتز، 40 هرتز، و60 هرتز، وأضفت أيضا 50 هرتز. فألاحظ أن القاسم المشترك بين هذه الإشارات الأربع، 20، 40، و60، و50، هو 10 هرتز. فمعناه أنني عندما ركبت هذه دالة الساين ذات 50 هرتز على الدوال الساين الأخرى، فتحصلت على إشارة دورية، ولكن دورها أصبح ماذا؟ أصبح 10 هرتز. إذا هذه الدالة الدورية ذات الدور 10، أو ذات الفريكونسي عفوا 10 هرتز،
دخلت في تركيبها دوال هي مضاعف طبيعي للعشرة هرتز، فالأربعون مضاعف طبيعي، والستون كذلك، والعشرون كذلك، والخمسون كذلك. فهذا جانب مما تقوله معادلة فوريه. ولكن الأمر لا يتوقف هنا، هذا جانب فقط. ما يقوله فوريه هو أنه للحصول على المعادلة الدورية ذات الأشكال المختلفة يجب حساب الـ AN والـ BN. هنا في المثال الذي أخذناه قبل قليل الـ AN والـ BN كلها كانت تساوي واحد. فلحساب الـ AN والـ BN فوريه يعطينا كيفية حساب هذه الـ AN والـ BN من خلال استعمال هذه القواعد الأساسية. وسنأخذ بعض الأمثلة. سنأخذ مثلا هذا السيجنال أسنان منشار saw tooth هذا وهذا، وسنأخذ square signal، وسنحاول من خلال معرفة أنوه أني أخذت هذه الصورة من ويكيبيديا، هناك مقال جيد جدا ومفصل عن Fourier series على ويكيبيديا. أخذت هذه النتائج، فلكي أقسم هذا square signal إلى Fourier series يجب أن أحسب الـ AN والـ BN. لدي هنا النتائج جاهزة، أخذت A واحد و D أخذته 0.5 والـ A هنا أخذته واحد، وسأحاول أن أرى ما الذي تعنيه هنا في هذه المعادلة، هذا المجموع من أن يساوي واحد إلى أن يساوي زائد ما لا نهاية، ما الذي يعنيه هذا المجموع، لماذا يجب أن يكون مجموعا لا منتهيا. فماذا سوف أفعل؟ سوف أخذ مثلا M يساوي واحد، أي أن N هنا N الذي هنا سوف يأخذ قيمة واحدة هي الواحد، فأحاول أن أرسم الصوتوث الأول، فعلى ماذا سأحصل؟ لدي فريكونسي واحدة، لأن بطبيعة الحال سأحصل على سينزويدل، سأحصل على سينزويدل فانكشن. ولكن إذا أخذت أن يتغير من الواحد إلى الاثنان أحصل على هذه الإشارة، ثم أجعل مثلا M يساوي 4، أي لدي الآن يتغير من الواحد إلى الأربعة، أرى بأنني أصبحت أقترب من الصوتوث السيجنال أو من أسنان المنشار. دعوني أخذ 16، اقتربت جدا. إذا أخذت قيمة كبيرة فسأرى بأني سأقترب كثيرا من الصوتوث سيجنال. إذا أخذت قيمة أكبر مثلا، أو دعوني أخذ، فتقريبا حصلت على هذه الإشارة التي مثلتها هنا. فمعنى هذا المجموع غير المنتهي، معناه أنه كلما أخذت عدد أكبر من الكوساين والساين فإنني سأقترب أكثر من الإشارة التي أريد تقسيمها إلى مجموع من الإشارات الدورية الأساسية الكوساين والساين. سأخذ نفس المثال، ولكني سأخذ الآن إذا أخذت الصوت 2 سيكون نفس الشيء ولكن مقلوب. إذا أخذت square دعوني أبدأ بمثلا 2، أو عفوا يجب أولا أن أقوم بحسابها، لا شيء يتغير، 4 أحصل على هذا الشكل، 8 أحصل على هذا الشكل، 16 مثلا
أنا أقترب أكثر من square function، وإذا أخذت 64 فأقترب أكثر فأقترب أكثر فأكثر. فأنتم ترون بأن الفريكونسيز الكبيرة، يعني عندما أخذ قيمة كبيرة لآن، عندما أخذ قيمة كبيرة لآن، فهذه الفريكونسي الكبيرة هي التي تسمح لي بالحصول على هذا المرور السريع من وكأنها discontinuity، وكأنني في دالة غير مستمرة. لماذا؟ لأن التغير يتم بسرعة، لأن الفريكونسي تصبح سريعة. وقلنا بأن الفريكونسي هي سرعة التغير، كلما كان آن أكبر كلما كانت سرعة تغير الإشارة كبيرة. فيكون المرور من هذه القيمة مثلا التي هي اي إلى قيمة صفر يكون بسرعة أكبر، فأقترب من الإشارة سكوير أو من إشارة غير متصلة. دعونا نأخذ 2000 ونجرب. يعني بعد مدة ما يصبح التغيير بطيئا جدا. لماذا يصبح التغيير بطيئا جدا؟ يجب أن أنظر إلى الأي آن والبي آن، لأن الآن يصبح كبيرا. ولكن ماذا عن الأي آن والبي آن؟ الأي آن والبي آن كلما كبر الآن كلما قلت قيمتهما، فيصبح تأثير هذه الساين والكوساين ذات الفريكونسي الكبيرة جدا قليلا أو صغيرا على شكل الدالة، ولكنه يسمح بأن لهذه الدالة بأن تغير قيمتها بسرعة كبيرة جدا في مناطق الديسكونتينيتي، ولكن التأثير على الشكل يصبح قليلا. هذا كل شيء تقريبا عن فوري سيريز. الشيء الآخر في الفوري سيريز هو طيف الترددات. عندما أعود لقراءة هذه الدالة، فكل الفريكونسي الموجودة إذن هي مضاعفات لـ NF0، فطيف الترددات لإشارة دورية يتوقع ببساطة أنه سوف يكون طيفا غير مستمر، والفريكونسي التي ستكون موجودة فيه هي فريكونسي مضاعفات طبيعية أو حقيقي أو عفوا صحيحة لـ NF0. فسنجد الفريكونسي F0، 2F0، 3F0 وهكذا، وسنجد بالتناظر بالنسبة لمحور التراتيب الفريكونسيز ناقص F0 ناقص 2F0 ناقص 3F0. وهذا لأن فورير سيريز هي دالة في النهاية دالة زوجية. أعود إلى ماتلاب وسأحاول مثلا أن أخذ 4 مركبات فقط. سوف أخذ 4 مركبات، يعني آن يتغير من 1 إلى 4. يعني كم ستكون لدي من frequency؟ ستكون لدي F0 20، 2F0، 3F0 و4F0. يعني ستكون لدي الفريكونسيز 20، 40، 60، و80، وسأقوم برسم سبيكتروم طيف الترددات وأنظر ما الذي حصلت عليه. كما ترون هو طيف غير مستمر، والفريكونسيز الموجودة فيه هي 20، 40، 60، و80. أما عن القيمة هنا في الفريكونسي صفر، ف دالة ترددها صفر، معناها أن دورها ماذا؟ دورها غير منتهٍ، وهذا يعني أنني أتحدث عن direct component أو أتحدث عن القيمة المتوسطة، وهي الـ A0 التي قمنا بحسابها هنا، ما هي الـ A0 التي قمنا بحسابها هنا. إذا غيرت مثلا أخذت فقط 3 وأخذت هنا مثلا
هذه الإشارة على ماذا سأحصل؟ سأحصل على 3 قيم. ماذا سوف يكون لدي؟ سيكون لدي 20، 40 و60 و60 فقط. وهنا direct component أو المين value. إذا أخذت هنا مثلا، دعوني أخذ 4 من الساين لدي هذا، فكيف تتوقعون أن يكون شكل الطيف؟ لدي 4 إشارات، يعني 4 ترددات، ولكن قيمها كلها أو هي كل الإشارات مشتركة بنفس القيمة 1. المين فاليو كم سيكون؟ المين فاليو سيكون 0. لماذا؟ لأن كل الإشارات تتغير من ناقص 1 إلى 1، وإذا حسبنا تكامل كل هذه الإشارات فسنحصل على القيمة المتوسطة تساوي 0، لأن هنا موجب سالب ينعدم، موجب مع سالب ينعدم إلى آخره. وهنا السبيكتروم تقريبا نفس القيمة، في الزيرو لا يوجد قيمة، القيمة المتوسطة معدومة، والفريكونسيز الموجودة أتأكد هي 20، 40، هنا 80، وهنا 60. إذا هذا تقريبا كل شيء عن متسلسلات فوريه. قلنا أعود هنا لأضع مثالا، قلنا أنه متسلسلة فوريه تفترض أن كل إشارة دورية ذات frequency أساسية، الإشارات التي تدخل في تركيبها يجب أن تكون هي أيضا إشارات دورية ولكن ذات frequency مضاعف طبيعي أو صحيح للإشارة الفريكونسي الأساسية. ورأينا بأننا عندما نقوم بإضافة إشارات مثلا دورية ولكن لا تحترم ما يطلبه معادلة فوريه، فإننا سنحصل على إشارات غير دورية، أو أننا سنخلق قانون البريوديسيتي. نحاول أن نأخذ مجموعة من الإشارات بقيم عشوائية، وفي الأخير على ماذا سنحصل إذا وصلت، إذا أضفت عدد كبير من الإشارات ذات الفريكونسي التي لا تحترم أو التي ليست مضاعفا طبيعيا للفريكونسي الأساسية، فسأتحصل بطبيعة الحال على إشارة غير دورية. هذه الإشارة غير دورية، لا تتكرر أبدا. وهنا يأتي دور تحويلة فوريه التي هي تعميم لمتداوليات فوريه. فتحويلة فوريه ماذا تفترض؟ تفترض بأن كل الفريكونسي يمكن أن توجد في هذه الإشارة التي هي إشارة غير دورية. وكنا قد أوضحنا كيفية المرور من متواليات فوريه إلى تحويلة فوريه في دروسنا أو في درسنا الأول حول تحويلة فوريه. فماذا نتوقع؟ كيف سيكون الطيف؟ قلنا الدالة غير الدورية تحتوي على كل الفريكونسيز، فسنحصل على طيف سوف يكون، إذا أضفت عدد كبير من الفريكونسيز فسأحصل على طيف مستمر. وهذا ما سأحاول تمثيله هنا. هنا لدي الإلكتروكارديوغرام، هو إشارة دورية، فلديها مجموعة من الفريكونسيز هي قريبة من الترددات الصغيرة low frequency. لماذا؟ لأن سرعة تغير الإلكتروكارديوغرام هي سرعة بطيئة نوعا ما، فيكون spectrum أو الطيف متركز في low frequency. ولكن ماذا لو أضفت الضجيج؟ هنا الإلكتروكارديوغرام زائد الضجيج، فعموما
هذا الضجيج سوف يتراكب مع كل سبيكتروم. فهذا الضجيج هنا يحتوي على كل الفريكونسيز، هنا الفريكونسيز الكبيرة لم تكن موجودة هنا لأن سرعة التغير بطيئة، ولكنها هنا تراكبت. فبالمرور من مجال الزمن إلى مجال الترددات، فيمكنني أن أعزل على الأقل هذا الجزء من الضجيج. فإذا استطعت أن أعزل هذا الجزء من الضجيج من خلال فلتر لو باس أو باس با، يترك فقط الترددات من هنا إلى هنا تمر، والترددات الكبيرة يلغيها، فبطبيعة الحال لن أتخلص من كل الضجيج، لأن الضجيج لديه بعض الفريكونسيز هنا التي تراكبت مع السيجنال، ولكنني سوف أتخلص من جزء كبير من الضجيج. والضجيج الذي بقي وتراكب هنا فلن يؤثر كثيرا على الإشارة، وسأبقى قادرا على استغلال الإشارة. أيضا بالنسبة للصور 2-dimensional signal، يمكن أيضا أن نرسم لها طيف للترددات، وهذا الطيف سيكون بطبيعة الحال هو أيضا 2-dimensional، وسيكون symmetric بالنسبة للمركز. فالطيف يمكن اعتباره فقط ربع هذه الصورة. هنا مجال الترددات يعني ما يقابل الترددات السالبة في الوان ديمونشنال، وهنا هذا الجزء السفلي هو صورة لهذا الجزء العلوي. هذه الصورة فيها الكثير من التفاصيل، ترون بأن القيم تتغير بسرعة في مسافة صغيرة. إذن هذه الصورة تحتوي على high frequencies، والhigh frequencies في الصور توجد بعيدة عن المركز. إذا أخذنا صورة أخرى، صورة تقريبا هذه الصورة تبدو وكأنها متجانسة، ولكنها في الحقيقة ليست متجانسة تماما. بالعين لا يمكننا رؤية الاختلافات أو الجراديان، ولكن من خلال الحساب بتحويلة فوريه نستطيع أن نرى هذا الجزء الصغير هنا اللامع في الوسط، الذي يخبرني بأن هذه الصورة تحتوي على low frequency. لماذا؟ لأن سرعة تغير الألوان في الفضاء صغيرة جدا جدا، إذا هذه الصورة تحتوي فقط على low frequencies. النقطة الأخرى التي أريد التطرق إليها هي العلاقة ما بين الكونفولوشن و الفوريير سيريز. فرأينا في الدرس حول الكونفولوشن بأن الكونفولوشن في المجال الزمني ما هي إلا عملية الفلترينج أو الترشيح التي نعرفها في مجال الترددات. فتحويلات فوريه لكونفولوشن برودكت ما هي إلا الجداء السلمي لتحويلة x of t مضروب في تحويلة h of t. فلدي نظام لديه إدخال x of t، الـ impulsional response h of t، الإخراج y of t سوف يكون الكونفولوشن ما بين x of t و h of t. ولكن باستخدام أو بالمرور إلى مجال الترددات، سواء تحويل فوريه أو لابلاس أو زي ترانسفورم، ف y of f سيكون مباشرة x of f مضروب في h of f. وهذه العملية أو هذا التكافؤ يستعمل كثيرا في الديجيتال سيجنال أو دي اس بي، ديجيتال سيجنال بروسيسنج. ففي بعض الأحيان تكون عملية حساب الفورير ترانسفورم أسهل من عملية حساب الكونفولوشن. فنستعمل الفورير ترانسفورم والفوريوم ترانسفورم أو انفرس فوريير ترانسفورم لحساب الكونفولوشن وبالعكس. أظنني سأتوقف هنا، أو دعوني أكمل لأنني أطلت. آخر نقطة هي ما نسميه time frequency analysis، وهذه مشكلة كبيرة جدا جدا في فوريه، أو هذه من
الأمور التي يعيبها المختصون على متسلسلات فوريه. متسلسلات فوريه إذا أخذنا إشارة دورية دورها تي، فمتسلسلات فوريه ماذا تقول؟ تقول بأن هذه الإشارة إذا دخلت فريكونسي ما في تركيبها، فإننا سوف نجد هذه الفريكونسي في كل الزمن تي، يعني من صفر إلى تي هذه الفريكونسي موجودة وهذه الإشارة موجودة، بينما أن الحقيقة الفيزيائية هي غير ذلك تماما. فتخيلوا معي معزوفة موسيقية مدتها 5 ثواني وتتكرر كل 5 ثواني، فهي إذن إشارة دورية. ولنفرض بأنه خلال الثانية الثالثة مثلا، في second three، آلة ما تعزف نوتة ما، ولتكن مثلا نوتة الدو، ونوتة الدو لديها frequency خاص بها. فعندما نعزف الدو في الثانية الثالثة من هذا المقطع، فمعناه أننا عزفنا الدو في الثانية الثالثة. ولكنني إذا أخذت هذا المقطع الموسيقي ووضعت له تحويلة فوريه أو متوالية فوريه، فمتوالية فوريه ماذا تقول لي؟ تقول لي إذا كانت الدو موجودة فهي موجودة على طول المقطع، موجودة من 0 ثانية إلى 5 ثانية، وهذا يعارض الحقيقة تماما، وهذا من العيوب الكبيرة التي في متواليات فوريه. فمتواليات فوريه لا تخبرنا عن الفريكونسي متى تحدث، ولكن تقول لنا أن الفريكونسي إذا كانت موجودة فهي موجودة على طول المقطع، بينما أنني مثلا عندما أستمع إلى هذا المقطع الموسيقي وأستمع إلى نوتة الدو مثلا، فإنني أستمع إلى الدو عندما يعزفها العازف، بينما فوريه تقول لي إذا كانت الدو موجودة فهي موجودة على طول المقطع. وهذا عيب كبير في متواليات فوريه، وعلماء كبار من أمثال دبروي صاحب جائزة نوبل في مجال الترددات ومجال الدواليتي ما بين الجسيم والموجات، يعيب على فوريه أو على متواليات فوريه هذا الأمر. وهناك مبدأ معروف جابور إيزنبرغ يقول بأنه من المستحيل أن نحدد الفريكونسي والزمن بدقة أو مجموع أو ضرب دقة أو الايرور ما بين تحديد الزمن والفريكونسي، يستحيل أن يكون أصغر من 1/4 بي، وهذا يذكرنا بمبدأ أيزنبرغ في الفيزياء الكمية، بحيث يستحيل أن نحدد بدقة كبيرة وفي نفس الوقت مكان أي جسيم وسرعته. وقد وضعت هنا مثالا، سأخذ إشارة square function أو rectangular function وسأقوم برسم spectrum الخاص بها. فهنا ماذا لدي؟ لدي rectangular function طولها 8 من ناقص 4 إلى 4، ففي الزمن ليست محددة، هذه الإشارة في الزمن غير محددة، أو الايرور كبير جدا من ناقص 4 إلى 4، فأجد ماذا؟ أجد بأن الفريكونسي الخاص بها تكون محددة. إذا قلت، حاولت أن أجعل الزمن هنا أقل، حددت أكثر المجال الزمني، فأرى بأن مجال الترددات أصبح يتسع. هنا أيضا سوف أحدد الدلتا تي، فأجد بأن الدلتا اف سوف يكبر. إذا أخذت مثلا دلتا تي 0 1، فإن الدلتا اف سوف يكبر. لماذا؟ لأنه ببساطة الدلتا تي مع الدلتا اف تحديدهما يجب أن يكون، أو ضربهما يستحيل أن يكون أصغر من 1/4
على 4 بي. دعوني أخذ مثلا 0.04 ثانية، حددت الداتا تي، فالداتا اف يصبح نون لوكيتد. وإذا أخذت مثلا الديراك دلتا فانكشن، فعلى ماذا سأحصل؟ أنتم تعرفون بأن تحويلة فوريه للديراك دلتا فانكشن هي الواحد. أخذ ريكتانجل فانكشن زمنها صغير جدا، أي هي مثل الديراك دلتا فانكشن، فسأحصل على طيف ثابت، أو معناه بأنني في الديراك دلتا فانكشن لدي كل الفريكونسي موجودة بنفس القيمة. أظنني قد أطلت في هذا الفيديو. هذا كل شيء. شكرا لكم، وطبعا سأترك لكم بعض البرامج قابلة للتحميل في صندوق الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.